الاستثمارات كانت 61 مليار من 7 سنين، النهارده بنتكلم في 358 مليار. لكن من 7 سنين 61 مليار، السنه دي رايح بموازنه جديده 358 مليار، واخد بالك؟ فانت بتتكلم في كام؟ بتتكلم في حوالي والله او 385 ممكن، لانها 6 مرات ونص، يبقى 385. هي في الاخر ايه؟ طرق، مستشفى، مدرسه، كوبري، نفق، محطه ميه، محطه صرف، محطه كهرباء، فكلها حاجات للناس. الضرايب عندنا الحمد لله زايده عن السنه اللي فاتت 101 مليار. وده معدل زياده تقريبا 16% عن السنه اللي فاتت، اللي هي 11 شهر ل 11 شهر. فاحنا الحمد لله ربنا كرمنا في الحته دي وعاملين انجاز، ربنا كرمنا فيها قوي.